اهلا اهلا، ازيكم؟ منورين. ايه الحلويات دي؟ كل سنه وانتم طيبين. عيد ميلادكم الشهر ده كل سنه وانتم طيبين. ما تقولوا اي حاجه، قولوا انت طيب، قولوا. ها طب نشوف الناحيه الثانيه هيقولوها ازاي. اللي الناحيه اللي هتقولها اعلى هبتدي بيها. كل سنه وانتم طيبين. ده هما دول اشطر ناس، دول اللي انا هبتدي بيهم. طيب خلينا نرحب بكل مشاهدينا كده في كل مكان. النهارده معانا 19 من اصحابي الصغيرين جايين يحتفلوا بعيد ميلادهم، كلهم مواليد شهر 2 شهر فبراير، جايين هما واهليهم. وانا بشكر اهليهم ان هما اشتركوا عندنا في 4 شارع شريف على الفيسبوك، وتم اختيار ولادهم ان هما يشرفونا النهارده وينورونا. خلينا ناخد فاصل، وبعد الفاصل هنيجي نتعرف على المجموعه للناحيه دي، المجموعه الهاديه قوي دي، ها نعرف اخبارهم ايه، وبعد كده نكمل يومنا مع كل اصحابي اللي موجودين معانا. فاصل نرجع لكم، خليكم معانا لو سمحتوا. اربع شارع شريف، اربع شارع شريف، اربع شارع شريف، اربع شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية، وأول حد هنحتفل بيه النهارده وهنتعرف عليه، وتحيه كبيره قوي لمازن جمال. ازيك يا مازن؟ اخبارك؟ فين عيله مازن؟ اللي هنقول اسمه العيله بتاعته هتنزل لنا على طول. يلا، ازيك يا مازن؟ ازيك؟ بص كده، اخبارك ايه؟ كويس. كويس، انت بتتكلمش ليه؟ انت هادي ولا ايه؟ عندك كام سنه؟ ستة. ست سنين، مازن عنده ست سنين وجاي يحتفل النهارده بعيد ميلاده عندنا في 4 شارع الشريف. وريني كده التيشيرت دي، بص كده للكاميرا. ده مين؟ بصورة مين دي؟ سبايدر مان. سبايدر مان، طب لو عملنا كده هيبقى ايه؟ بص اهي، انا نفسي في واحدة زي دي قوي. كده بقى ايه؟ عنكبوت. عنكبوت، تعرف ايه هو العنكبوت ده؟ العنكبوت بيعمل ايه؟ حد عارف العنكبوت بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ شبكة. شبكة، صح، شبكة كده من خيوطه رفيعة قوي، ها؟ وبتبقى على فكره جامده، يعني حتى لو الهواء جه كده ما بتتقطعش، لازم تعملها بصباعك عشان تقطعها. انت بتشوف العنكبوت بتخاف ولا ما بتخافش؟ بتخافش. الحشرات ما بتخافش، انا كمان ما بخافش من الحشرات. مين دول؟ دي ماما وده حود اخويا. حود اخوك ماله طويل كده؟ ده عنده كام سنه؟ 50. 50 سنه؟ اخوك امال مامتك عندها كام سنه؟ ماما مش عارف عندها كام سنة. هي ما بتقولكش؟ طب اسألها، أنا ماليش دعوة. اسألها كده. قولها أنت عندك كام سنة؟ إيه؟ أنت بتبرقي له؟ ما هو أخوه عنده 50 سنة، يبقى مامته عندها كام بقى؟ يعني مامتك أصغر ولا أكبر من أخوك؟ أكبر من أخويا. أكبر. تبقى 75 مثلاً؟ مش عارف. لا بس شكلها صغير خالص. ماما بتشتغل إيه؟ تعرف؟ طب حودة بيشتغل إيه؟ مبيشتغلش. بيغلس عليك؟ بيضربك؟ لا لا مش بيضرب. انت هادي. طب انا هروح اساله. خلاص؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ منورانا ومشرفانا. الله يخليك، منور بيك. احكي لنا كده الفرق بينهم قد ايه؟ لا مازن 6 سنين، محمود 15، ما شاء الله. فرق كبير. فرق 10 سنين تقريبا يعني. وفي في النص حد؟ في الاول حد، في من ثانويه عامه. اكبر؟ ربنا يخليهم لك يا رب. بتغلس على اخوك الصغير؟ لا هو اللي بيغلس عليك. بيعمل ايه فيك؟ رخم. حرام عليك، اذا كان هو قال ان انت كويس. قال عليك رخم. اعمل له ايه؟ تحب ترد عليه؟ استنى هوقع الدنيا في بعض. اخوك الكبير قال عليك رخم. مش رخم. انت مش رخم؟ طب انت عايز ترد عليه تقول له حاجه؟ قول له بس، قول له بس انا اكسفه بقى، قول له بس انا بحبك قوي. قول له ايه؟ مكسوف. لا ما تتكسفش، قول له انا بحبك قوي. هو بيقول لك بس هو بيحبك قوي. احرجته كده اهو، بص اهويله. هويلو، شرفتونا ونورتونا، حيوهم، اتفضلوا. ميرسي، اتفضل يا استاذ. طيب نحيي بقى نيره محمد. ازيك يا نيره؟ حيوها تحيه كبيره. اخبارك ايه؟ الحمد لله. شكلك شاطره في المدرسه، صح كده؟ هي فين العيله؟ اللي نقول اسمها العيله تنزل على طول من غير ما ندهلهم لو سمحتوا.
اخبارك ايه؟ الحمد لله. شاطره في المدرسه؟ اه. ايه اكتر ماده بتحبيها؟ عربي. شاطره في العربي؟ اه. طب وايه اكتر ماده مش بتحبيها؟ عربي. في ماده مش بتحبيها ولا بتحبي كلها؟ لا بحبهم كلهم. في سنه كام؟ رابعه ابتدائي. مين بقى الناس دي؟ دي ماما وجده والتيتا وابن خالي الصغير. ابن خالي الصغير هو جده زعلان او حاجه؟ لا. امال مش بيضحك ليه؟ ضحك اهو. ده ومين دي؟ في مرات خالي. ومرات خالي. قولي كده، يبقى ماما وبعدين جده تيتا مرات خالي، مرات خالك، وابن خالي الصغير. اسمه ايه؟ مالك. طب قولي بقى، انت بتقضي يومك ازاي؟ بقعد في البيت اذاكر. بتقعدي في البيت لو مفيش مذاكره بتعملي ايه؟ بقعد على التليفون. تقعدي على التليفون؟ يعني ايه تقعدي على التليفون؟ امسك التليفون. حد يقعد على التليفون؟ بتقعدي تكلمي مين على التليفون؟ خالتي ولا بتقعدي تكلمي مين على التليفون؟ بتكلمي مين على التليفون؟ صحابي. ولا بتخش على الحاجات الجديده اللي انتوا بتعملوها دي؟ بتعملي تشات وكده؟ بتعملي تشات مع مين؟ صحابي وعيلتي. طب ما بدلها تقعدي تتكلمي مع ماما؟ انا بتكلم معايا. طب بس احنا ايامنا ما كانش فيه الحاجات دي، ما كانش فيه التليفون ونقعد بقى نستخدمه ونقعد ندوس على الزراير ونعمل الحاجات دي. مبسوطه انت من التكنولوجيا؟ بتلعبي على الجيمز اللي في التليفون؟ يس. ايه بتلعبي؟ ايه الجيمز اللي بتلعبيها؟ العاب عادي. كم ساعه في اليوم؟ معرفش. طب وماما بتسيبك؟ لا. ما تقولكيش لا، هي كمان عندها تليفون تلعب فيه. طب استني ما نروح نشوف ماما. انت ازيكم منورينا؟ عاملين ايه؟ انا عايزكم كلكم تبصوا كده اهو، ممكن؟ قولي لي بقى، انت بتسيبيها تقعد تلعب في التليفون قد ايه؟ هي التاب عندها مشكله، مدمنه، بس ساعات الدراسه بشيله طبعا. ايوه يعني كام ساعه؟ طول النهار. لا حضرتك قولي. طول النهار؟ اه والله. بيجوا يزوروكي كل قد ايه؟ لا دي معايا على طول. يعني كل قد ايه بتجي لك؟ وانا ساكنين في انا بروح عندها وهي بتيجي عندي على طول. اهم حاجه ان انتوا بتتزاوروا. زي حضرتك؟ الحمد لله. منور ومشرف. انت مرات؟ اخوها. مرات خالها. اهلا وسهلا بيك. طيب مالك، ازيك يا مالك؟ سلم على انت عمي. كويس الحمد لله. طب انت عارفه ان هي مش المفروض في السن بتاعها تبقى طول النهار ماسكه التليفون؟ يعني ساعه الدراسه بشيله، لكن ايام بقى الاجازه ما بسيطرش عليها الحقيقه. لا لازم تسيطري. مش عارفين تسيطروا على العيال، العيال بيسيطروا عليك. ادمان عندهم. ما دي مصيبه سوداء. صديقهم الوحيد للاسف. شرفتونا ونورتونا، اتفضلوا. الثاني هتكلم معاكي. مامتك بتقول لي ان التاب بتاعك هو صديقك الوحيد، ده فعلا؟ لا العب عليه بس ماما. بس ده مش صح. عايزين نقلل شويه. طب انت بتلعبي رياضه؟ اه. بتلعبي ايه؟ كنت بلعب كاراتيه. وليه بطلتي؟ عشان الدراسه. عشان ايه؟ المدرسه. يعني طب ما انت بتلعبي بالتاب طول النهار وفي المدرسه. الكاراتيه احسن من التاب 100 مره. انا العب فيها في يوم الجمعه والسبت. طب ماشي، اتفضلي. وبعد كده عايزين محمد سمير. سقفوا لمحمد. حد مزعلك؟ طيب ازيك يا محمد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ 8 سنين. انا مكتوب عندي 7. 7 ولا 8؟ 7. 7 سنين. انت شاطر في المدرسه؟ اه. انت في سنه كام؟ انا في سنه تانية تالت. تانية تالت. ايه اكتر ماده بتحبها؟ العربي والحساب والانجليزي. ايه ده بتحبي كل مواد؟ طب اكتر ماده مش بتحبها؟ الفرنساوي. ها؟ ما بتحبيش الفرنساوي؟ ده حلو قوي. طب مين الناس دي؟ مين دول؟ بابا واختي. بابا واختك. ثلاثه اخواتك؟ اه؟ ثلاثه اخوات. مين الكبير؟ مين الكبيره في اخواتك؟ دنيا. دنيا ترفع ايدها؟ مش انتوا كام؟ 5؟ ما شاء الله، الله اكبر. ما انتوا بسببكم بقينا 100 مليون. انتوا 5. دنيا كبيرة، وبعديها مين؟ ورحمة وفاطمة وهاجر وحضرتك استاذ محمد. كلهم بنات، انت الولد الوحيد. بيغلسوا عليك؟ اه. مين اكتر حد بيغلس عليك؟ رحمة. رحمة اللي هي يعني واحدة؟ دي بتغلس عليك بتعمل لك ايه؟ بتضربني. بتضربك؟ بتغير منك ها؟ وهاجر. وهاجر برضو بتضربك؟ طب واسمها ايه الاولانية؟ فاطمة بتضربني. برضو. طب ودنيا اللي ما جاتش؟ بتضربنيش. ما بتضربكش الكبيرة. طب وبابا؟ لا. بيدلعك فهم بيغيروا منك فيضربوك؟ ايه؟ بابا بيدلعك فهم البنات بيغيروا منك فبيضربوك؟ طب اروح ازعلهم؟
ولا بلاش؟ بلاش. ليه؟ عشان حرام. حرام ازعق لهم؟ لا انا مش هقول لهم حاجه وحشه، انا بس هفهمهم غلطهم. تيجي معايا ولا انا اروح لوحدي؟ انا. ها؟ اجي معايا. طب تعالى معايا. اوكي. اتوربوا كده. انت بتضربيه ليه؟ والله ما ضربت. دي قالت والله ما ضربته، يعني حلفت. ساعات بتضربني. حلفت. ساعات بتضربني. لما بيكونش. امال قلتي والله ليه؟ لا لما بيكونش. هي والله في كده نقول على الفاضي والمليان؟ بتضربك ازاي؟ بتضربني على وشي. على وشك؟ انت بتبصي في السقف ليه؟ مفيش منقذ، انت على الهوا. لما بيكون غبي في المذاكرة. غبي في المذاكرة؟ أيوة. هو انت اللي بتذاكري له؟ بذاكر له بعد ما اخلص جامعة بذاكر. بس انت بتدرسي ايه؟ قسم اجتماع في جامعة القاهرة كلية الآداب. قسم اجتماع. اجتماع مش قسم. قسم. قسم اجتماع. قسم بقاف. قسم اجتماع. قسم. قسم اجتماع. ماشي. وانت؟ قسم فلسفة. برضه فلسفة واجتماع. وانت يا اختي؟ لا انا في الاعدادي. ايه في الاعدادي؟ كل دي خدود؟ بياكلوك ايه؟ طب وكبيره بتدرس ايه؟ لا انا الوسطانيه مش كبيره. كبيره اعلام. صحافه واعلام. يعني صحافه اعلام فلسفه قسم صحافه قسم فلسفه قسم اجتماع قسم قسم اجتماع. وانت قسم اعداديه؟ اهلا وسهلا. وهاي قسم ايه؟ قسم اضاءه عمرانيه. بس هم الوزاز فانا مش قادر اخش فيهم شمال. اعمل ايه؟ احنا هنا دلوقتي. انت بتضربي انت الاخرى؟ لما بيضايقني وبيعصبني من السكر من شعره. ازاي يعني؟ امسكه من شعره. مالك يا حواس؟ وانت حضرتك سايبهم كده؟ لا ده بالعكس، ان انا بشجعه ان اي حد يعني ياخد حقه ما يسيبش حقه. لا بس ما يضربهم. لا ما يضربهمش. اذا هم ضربوه. لا احنا هنتفق دلوقتي اتفاق. مش عشان هو، هو انتوا بتغيروا منه عشان هو الولد اللي جاي بعد بنات؟ بالظبط. بالظبط. هو الدلال بيا. طب ما تدلعيه؟ انا دلالي. مش اخوك الصغير؟ هيفتك لكم الكلام ده لما يكبر وهيعمل فيكم عمايل. اصبري. والله هو اللي بيضربنا. اصبري. لا بس احنا هنتفق دلوقتي اتفاق. اتفاق ايه؟ محدش بعد كده، اولا انت مش هتغلس على حد. وفي المذاكره مفيش حاجه اسمها بضربه عشان مش مركز. ايه؟ غبي. هو مش غبي على فكره. اصغدها. انا مش عارف اصغدها. اصغد بنتك عشان انا ما ينفعش اصغدها. ممكن احفظه درس اروح اجيب حاجه الاقي نسي كل حاجه. العيب فيكي انت، عشان انت حفظتيه من غير ما تفهميه. حتى ما انت لو قعدتي فهمتيه. لا بفهمه والله. لا ما هو مش هينسى. درس زي ايه؟ مثلا نحو. مثلا نحو. لم الشمسيه لم القمريه. ما انت تقعدي تفهميه وتجيبي له امثله. ما انا لو عملتي كده مش دافع عن الواد. على فكره هو شاطر جدا. بس هي عشان بتستعجل وبتغير منه فعلا. أيوة أيوة. وعايزه تخش للمحاضره بتاعتها. تراجع المحاضره بتاعتها، فعايزه يعني ايه تخلص منه. تخلص منه بسرعه. ايه ده؟ احنا دلوقتي هم مش، ما حدش هيمد ايده عليك. عارفه وانت اصلك شكلك سهنه. في الجامعه بيقولوا عليها كده. طبعا ما هو واضح. الله يكون في عونك. عارفه تمد ايدك على اخوكي؟ اوكي. ما اصل اللي بتضرب اخوها بعد كده لما تتجوز ممكن جوزها يضربها، خلي بالك. لا 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 انت بتكذب كده؟ ما ينفعش. وبعدين انتوا هتعلموه ان الضرب ده حاجه عاديه. ماشي. ففي لازم يبقى في كلام مناقشه. والله هو اللي بيضربنا، ممكن تبقى قاعد كده. لا ما هو دلوقتي انا هتكلم معاه. ها؟ ايه 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 انت مسخره. ما تضربيش. بقول لك ايه، ما ينفعش تضربيه ولا تسيبيه ما تمسكوش. مش عارف تعمل له كده اهو. ما يعصبنيش. طيب ما هو صغير. انت عندك كام سنه؟ لا عندي 12. 12 هو عنده كام؟ سبعه. يعني انت شحطه. عارفه تمدي ايدك على اخوك بعد كده؟ بص بقى عشان انت طيب وغلبان في وسط الناس دي والله. انت قسم ايه؟ قسم التانية تانية. محدش هيمد ايد ايده، يعني محدش هيضربك. بس انت كمان ركز في الدرس. تعال نروح عشان ما يسمعوش اللي انا هقوله لك. انت هتركز في الدرس. ها؟ وما تغلسش عليهم وكده ولو حد ضربك كلمني. خلاص؟ حيوهم. شكرا. انت فضحت العيلة. طيب بعد كده عندنا احمد السيد. سقفوا لاحمد السيد. انت بتتكسف ولا ايه؟
لا 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 تعالى تعالى. اخبارك ايه؟ كويس. ده مين الناس دي؟ ده جايبين لك هديه الحق عشان عيد ميلادك. انت عندك كام سنه؟ 5. يعني كام بالعربي دول؟ عندي مس هديل ومس بوسي وعندي ودي ماما وده اخويا وده بابايا. بابا انت شبه مين؟ شبه مونتي. شبه مين؟ مونتي. مونتي؟ مين مونتي دي؟ استنى يا بابا، اسمها مامتي ولا مونتي؟ مامتي. لا مام، قول مام. مام مامتي. 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 ايوه مش مامتي، مامتي. مامتي. ايوه. وده اخوك الاكبر منك؟ شايل ايه؟ شايل كيكة. ايه ده؟ جيب لك كيكة؟ ما احنا هنجيب لك في برنامج كيكة. الكيكة بتاعتك ايه؟ من بينجو. كيكة ايه؟ انت جايب لي كيكة؟ طب انا هاجي لك دلوقتي. بقول لك ايه؟ انت في حد بيضربك في البيت؟ حد بيزعق لك؟ انت هادي ولا انت بتعمل حاجات نوتي، حاجات وحشة؟ لا. مين بقى اكتر مدرسة بتحبها؟ مس بوسي. مس بوسي بتدرس ايه دي؟ بتقول ألف مس واسد وباء بطة وتاء تفاحة وساء ثعبان وجيم جمل وها حصان. ها حصان؟ ها مش ها 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 حصان و ها خروف. بقول لك ايه؟ دي مدرسة عربي يعني؟ مدرستك عربي. ماما وبابا بيتخانقوا؟ بيزعقوا لبعض؟ ماما بتاخد فلوس بابا؟ هما طيبين. تحب تقول لهم حاجة؟ تقول لهم ايه؟ ها؟ مش عايزة أقول. لا أنا هقول لك في ودنك تقول لهم ايه؟ بس بص لهم. قول لهم بصوت عالي أنا بحبكم أوي أوي. يلا. أنا بحبهم أوي أوي. لا قفولوا بقى عشان بيحبهم أوي أوي. بس بص لهم. أنت باصص لي أنا. ده ايه الواد الحنين ده؟ مش طب اشمعنى بوست بابا ما بوستش ماما؟ عشان هو معاه كل يوم. مانشي. ادي على عم الشيوخ. انت اسمك ايه؟ محمود محمود السيد. ازيك يا محمود؟ الحمد لله. عامل ايه؟ واخوك اسمه ايه؟ احمد السيد. انتوا الاثنين السيد؟ طب امسك كده. امسك ده. وحضرتك امسك ده. ازي حضرتك؟ منورانا ومشرفانا. دي مين اللي عاملها؟ واحده معموله سمايل سويت. دي بتفتح ازاي؟ استنى في لزق اهو. ان احنا نبدل الثاني. جايبين لي تورت. الشكل بتاعك شكل ايه ده؟ جوه في حاجات كتيره. مش دي مش تورته. ايوه دي حاجات ندوقها. ها حاجات لكل. الله. طب انا هاكلها لوحدي من غيركم؟ طب نيجي نقعد كلنا، نسيب الناس دي نقعد ناكل. لا نتعشى مع بعض في البيت وخلاص. نتعشى. اجي معاكم في البيت نتعشى. عندكم اكل ايه؟ ولا انتوا هتاخدوها تتعشوا بيها؟ ايه ده؟ ده كله اصناف التشيز كيك. اسمها ايه؟ سمايلي سويت. دي صاحبتك؟ بتعمل لها دعايه؟ لا ايه انا جبتها كده عشان شايفه ان حاجتها حلوه. هي دفعتك الفلوس؟ ده شكله هو اللي دافع. يا سمايلي سويت اهو بعمل لك دعايه. يا قالوا لك جايين لشريف مدكور واخدين له هديه، كنت تتعمله هديه. معقوله كده؟ بس ريحه الحاجه اصلا حلوه. ميرسي بشكركم. حيوهم. عارف تاكل حاجه منها؟ ما انا عارفك طفص. مش ميرسي على الكيك والحاجات، انت لطيف خالص. طيب بعد كده عايزين ياسمين عبد الحميد. فين ياسمين؟ انت ياسمين ولا انت مين؟ ياسمين انت؟ ليك ياسمين انت قاعده كده ليه؟ ده مش حصان، ده كرسي. ممكن تقفي عشان تباني؟ ممكن تقومي تقفي عشان تباني؟ اه شكلها مش سهله مش كده؟ اوعي تقعي. اقفي بس كويس. اقفي. ايه لا استنى اهو، اطلعي اقفي فوق عشان تباني. يلا اخبارك ايه؟ كويس. انت عندك كام سنه؟ 4؟ بس شكلك اكتر من 4، شكلك شاطره كده. مين بقى الناس اللي واقفه هناك دي؟ ماما وبشرى وماريا.
وفي حد كمان مين ده؟ ولولا. مين؟ لولا. لولا؟ طب مين بشرة؟ بشرة دي. بشرة دي تقرب لك ايه؟ بتخليني العب على تليفونها الصغير. بتخليك تلعب على تليفونها الصغير. هي تقرب لك ايه اصلا؟ اختك، خالتك، بنتك، ايه؟ ها؟ ماما بتخليني العب على تليفون بشرة عشان مريم كمان عايزه تلعب على تليفون بشرة. دي ماشيه بالعكس، اقول لها السؤال تقول لي حاجه تانية خالص. طيب هي دي ماما؟ اه. وبشرة تقرب لك ايه؟ اختك ولا بنتك؟ بشرة. طب ومين اللي لابسه هناك، اللي لابسه بوت دي؟ مريم. ميري؟ مريم. مريم تقرب لك ايه؟ بتخليني العب على التليفون برضو. طب وماما شايله مين؟ دولا. دولا؟ لولا. لولا لولا يعني جلال. جلال بتقول له لولا؟ جلال دي بتقول له لولا؟ ايه المياصه دي؟ اسمه جلال، وبدل ما تقولي له لولا لولا قولي له لولو، صح؟ عشان ابقى انا فاهم. ماما بتطبخ كويس؟ هما دول ولاد حضرتك؟ ثلاثه ولادي وبشره بنت. اهلا. طب لما نيجي بقى نتحدث في هذه المساله. اقعدي بقى، انزلي بقى كده. اوكي استني، لا استني لحسن تقع انت بالذات. اقعدي انا جاي لك. ازيكم؟ ايه العيله الحلوه دي؟ اخباركم ايه؟ ممكن بس تبصوا كده عشان وشكم يطلع للكاميرا؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا شريف؟ الحمد لله. حلوه؟ ازيك يا بشرى؟ الحمد لله. انا سالتها قالت لي ثلاثه اولادي وهي بنت جوزي. انت عايشه معاها؟ لا، هو انا عايشه مع ماما وباجي اقعد معاها. طب بصراحه بقى علاقتك بيها ايه؟ لا كانها مامتي. يعني انت عندك مامتين؟ اه. بتعتبري ان انت عندك مامتين؟ بالظبط. ايه الحاجة اللي ممكن تقوليها لها وما تقوليهاش لمامتك؟ يا طنط؟ لا مش يا طنط، انت بتقوليها يا طنط؟ اه. لا ايه الحاجة، ايه الحاجة اللي في حياتك اللي ممكن تقوليها لها وما تحكيهاش، ايه اللي ما تقوليهاش لمامتك؟ يعني لو اتخانقتي مع مين مثلا تروحي تقولي لها ما تقوليش لماما؟ مع مريم وياسمين. هتشتكي لها مش هتشتكي لمامتك؟ بس انا معجب قوي بيكم. شكرا بجد. ربنا بقى ايه، انت بعد كده تقولي بنتي. بنتي طبعا. صح. انا مربياها تقريبا عشان هي قالت مام عندي مامتين. انت كده عندك ثلاث عيال. انا مربياها اصلا. ربنا يعني إيه. انا اتجوزت وهي بشرى كان عندها تقريبا 6 سنين. اوكي اوكي. ف أوكي. وكانت بتيجي الاجازات اجازات الدراسه كلها بتبقى موجوده معانا. انتوا منين؟ انا اصلا من كفر الشيخ. وعايشين فين؟ هنا في حدائق اكتوبر. ايه يا جلال؟ ايه يا لولا؟ استنى، انت اسمك لولو مش لولا. انا كنت شغاله ودلوقتي بقى واخده اجازه عشان الولاد. ربنا يخليهم لك. شكرا. وانت اخبارك ايه؟ الحمد. بصي بس هناك في موبايل بيرن، بس اطفيه يا حاجه يا موترتر. انت اطفي الموبايل هيرفدوكي. ها وانت اخبارك ايه؟ الحمد لله. شاطره في المدرسه؟ بقول لك ايه، ما تبقيش تدي اخواتك الموبايل كتير. خلاص انا حرماهم منه اصلا. ايوه ما ده مش انا عايزه اقول لك، عايزه اقول لك ان هم طول الوقت لما بيبقى في تجمعات العيله بيبقى بشوف لهفتهم على التليفونات. انا منعاها بتاتا. هي مريم تقول لي مامي انا محتاجه تليفون، اقول لها لما تكبري تبقي قدي. برافو عليك. لان انا عارفه خطورته يعني. برافو عليك، حيوهم. شكرا. اتفضلي. معتز علي، سقفوا المعتز علي. ايش هيك دي؟ ازيك يا معتز؟ الحمد لله. حلو قوي الجاكيت اللي انت لابسها دي. اخبارك ايه؟ كويس. انت عندك كام سنه؟ 8 سنين. بس شكلك راجل صغير كده. صح. قول لي انت شاطر في المدرسه ولا نص نص؟ بصراحه شاطر في الحساب والعربي وال مين دول؟ بس ايه؟ مين دول؟ بابا وابل. مين أمل؟ اختك الكبيرة؟ اه. بتضربك برضو؟ لا بزعلي. بتزعلك جنبها بتعمل ايه بتزعلك؟ زعلي لما بس المذاكرة اطلع جري. قول لي انت بتلعب رياضة؟ لا بس بلعب نينجا. بتلعب نينجا؟ اه. يعني ايه؟ نينجا. ايه دي لعبة بتتلعب ازاي؟ دي رياضة؟ اه. انا أول مرة أسمع إن في رياضة اسمها نينجا، اللي هي ايه يعني؟ هي اسمها زي التسلل كده. دي يعني زي ايه؟
حد عارفها؟ ايه اللعبه دي؟ مش فاهمها. ايه النينجا دي حضرتك؟ ابنك بيلعب ايه؟ انت مش عارفه؟ وضح يا فندم. ما انا مش عارف لوحده يعني؟ يعني دي مش رياضه. انت اخترعت اللعبه؟ اه. هي على الموبايل؟ لا. لا ولا لخبطتني. طب ما دي مش رياضه. رياضه يعني تروح تلعب سباحه، تلعب كوره، تلعب باسكت، تلعب، دي الرياضه. خلاص هنروح نشوفهم هيقولوا عليك ايه دلوقتي. منورين ومشرفين. انت اخته؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ازيك يا شريف؟ اخبارك تمام؟ انتوا منين؟ احنا اصلا في يوم بس احنا قاعدين في حدائق الغرب. اهلا وسهلا. ازيك؟ انت بتدرسي ايه؟ انا مدرسه عربي. انت اخته؟ اه. مدرسه عربي؟ طب هو بيحب العربي ولا ما بيحبش العربي؟ لا هو مش شاطر غير في العربي. ده عشان بسببك؟ طب ايه اللي هو اللعبه اللي هو بيلعبها دي؟ مش لا هو بيقعد يخترع في البيت كده، يقعد يعمل لعب مش عارفه ايه، يجيب حاجات ازايز فاضيه ومش عارفه ايه، يقعد يعملهم بقى يخترعهم اختراعات. ربنا يخليه لك. يعمل فيديوهات وبتاع. لا بس عايزين نلعب رياضه. بيلعب؟ لا بيلعب، بيروح حمامات سباحه وبتاع. اهلا وسهلا بيك، شرفتونا ونورتونا. اتفضل. ميرسي، شكرا يا راجل يا محترم، استريح. ميرسي معتز. هبة عادل، اهلا اهلا يا استاذة هبة. او في فوق سقفولها. اهلا اهلا. ازيك يا هبة؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويسة. انت شكلك هادية ومؤدبة ولطيفة كده. اه. انت عندك كم سنة؟ هتم دلوقتي 9 سنين. 9 سنين. انت في سنة كام؟ تالتة ابتدائي. شاطرة في المدرسة؟ انت بتحبي تروحي المدرسة اصلا؟ اه. ولا مش قوي؟ لا بحب. طيب مين العيلة الحلوة دي؟ بابا. ها؟ وماما. ها؟ وأخويا وأختي. بابا وماما وأخوكي وأختك. أخواتك أكبر منك. بيقولوا إن الأخوات الكبار بيغلسوا على الأخوات الصغيرين. أه. مين فيهم بيغلس أكتر؟ أخويا. بيعمل إيه يعني؟ بيقعد يعني بيقعد يرخم عليا. أنت بترخم عليها ليه بقى؟ ارحمونا. كبار يرحموا الصغيرين. انت شبه مين؟ مامتك ولا باباكي؟ لا بابايا ومامتي. انت شبه باباكي قوي، انا شايف كده. ماما بتعرف تطبخ؟ اه. تطبخ حلو، باين على كرش بابا صح؟ تطبخ اكل حلو؟ اه. طيب واختك بتغلس عليكي برضه؟ اه. اروح لهم ولا بلاش؟ لا اروح لهم. اروح اقول لهم ايه عايزه؟ ما اعرفش. طب ماما وبابا بيضربوكي؟ احيانا. مين اللي بيضرب؟ ماما اللي بتضربني اكتر. لما بتعملي ايه؟ هي مش سامعة. هي مش سامعة يعني؟ لما يعني لما بعمل حاجة وحشة. زي ايه يعني حاجة وحشة؟ عشان اروح اتفاهم معاها مثلا لما اكسر حاجة. انت بتكسري ايه؟ عادي. كسرتي ايه قبل كده؟ انت بتضربيها ليه؟ لا حضرتك، هي قالت ماما ساعات بتضربني لما بكسر حاجة. هي كسرت ايه؟ انت حطيتي ايدك على بقك كده ليه؟ كسرت ايه؟ والله ما فاكره. هي بتتكلم عليا اصلا؟ ايوه اكيد كسرت حاجه غصب عنها. اه ممكن، بس مش الضرب اللي هو يعني، ممكن تربس صمونه كده. لا ما بيعقد العيال منكم. لا 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 بس مش للدرجه دي يعني. انت منورنا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وانت بتضربش اختك؟ حاضر. جامع ولا لا؟ انت بتتهزش الواد ماسك نفسه. لا ممكن اوقعك، خلي بالك. اجرب؟ لا وقع عادي. لا لا حرام. شرفتونا ونورتونا، اهلا وسهلا. ما تكسريش حاجة ومش هتضربك خلاص. اوكي؟ طيب محمد كريم، سقفوا لمحمد كريم. اوه ايه اللبس الحلو ده؟ ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ انت كويس؟ انا عايزك تبص للكاميرا عشان وشك الحلو ده يبقى باين. اخبارك؟ عندك كام سنة؟ 5. يعني انا معجب بلبسك قوي. مين اللي نقى الحاجات دي؟ مين نقى اللبس ده؟ مين؟ ماما. ماما ولا انت؟ ماما. ومين اللي دفع؟ ماما. اوكي مين بقى الناس دي؟ بابا. ها؟ واختي وماما. ها؟ واخويا. وانت الصغير بيدلعوك؟ بتحب ماما اكتر ولا بابا؟ الاتنين. طب بابا بيشتغل ايه؟ مهندس بترول. مهندس بترول؟ اوه ده بيكسب فلوس كتير قوي صح؟ بيحط الفلوس فين؟ محفظة. محفظة يعني دلوقتي لو طلعنا المحفظة بتاعته هنلاقيها مليانة فلوس؟ مش عارف بقى يحط فلوس ايه. طب وماما بتشتغل ايه؟ مش بتشتغل. اوكي واخواتك بيغلسوا عليك برضو؟ في حد بيضربك؟ انت مسيطر؟ طب انا لو وعدت لك البرنيطة دي هلاقي شعرك عامل زي اشيلها؟ اه.
اعمل بقى كده جامد. لا جامد قوي جامد قوي عشان ايوه جامد. لا ما انا همسكك اهو يلا. ايوه كمان ايوه استنى بقى خليها كده اهو حلوه قوي. انا معجب انا بلبسك. اروح اكلم عمو ولا بلاش؟ روح. طب ما نشوف هيفضح. ازيكم عاملين ايه؟ منورين. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله كويس؟ ايوه. اخوك شقي ولا ايه؟ ايوه. هما شكله كده. مين اشقى؟ مين اشقى حد فيكم انتوا الثلاثه؟ لا مفيش. هو لما يبقوا نوتي انا بقول له ما بتعملش حاجه بيسمع. لما يبقى ايه؟ نوتي. نوتي. هو شقي طبعا. هو شقي؟ جدا. انت طلعت مهندس بترول. اسكت بقى خلاص. بقول لك بابا معاه محفظه مليانه فلوس. قوي مش قوي. وماما بتاخد الفلوس. لا لا انا ده انا أيوة. مديره اعماله. مديره اعمال ابني. لا شكله مش سهل. لا هو موديل فاشن وميديا اعلانات ومسلسلات بقى. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. مشرفينا ومنورينا. اهلا وسهلا. حيوه. اتفضل اتفضل. ده انت طلعت مهم وبتمثل وكده. اهلا بيك. مثل كتير. استريح اتفضل. طيب عندنا بعد كده فيروز محمد. سقفوا الفيروز. ممكن تقفي؟ ممكن تقفي؟ ايوه كده عشان وشك الحلو ده يبان. ايه ام العيلة ازيك؟ انت عندك كام سنة؟ فيروز عندك كام؟ ستة؟ انت مكسوفة ها؟ مكسوفة قوي. طب ما تبصيش لحد بصي لي انا بس عشان ما تبقيش مكسوفة. اهو انت عندك كام سنة؟ كام؟ انت بتتكسف خالص. فعلا؟ مش هتتكلم؟ اجرب؟ تيجي جنبها؟ لا انا اجيبها عندكم. تيجي نروح عندهم؟ يلا اهو بس هتتكلمي ما تروحي هناك. يلا سقفوا لها تاني عشان هي هتتكلم دلوقتي. يلا اطلعي كده. ايوه هي بقى هتتكلم. مين مامتها؟ انا. اهلا بس ما عايزكم تبصوا للكاميرا. فيروز ازيك؟ ماشي مع ماما اهو. طب اتكلم مع ماما؟ ماشي. هي ايه بتتكسف؟ بتتكسف جدا. قوي مع كل الناس كده؟ اه. خجولة؟ اه. بس انت لازم تعالجي الموضوع ده. والله بتلعب جمباز يعني اجتماعية مع اللي هتعرفهم لكن بتتكسف. طب انت برج ايه؟ انا شفتك قبل كده. انت برج ايه؟ الدلو. الدلو اوكي. وانت تقرب لها ايه؟ ابنها. ها؟ هتيجي. ها؟ قول قول ما تخافش. تقرب لها ايه؟ ابن خالها. ابن خالها ولا ابن خالتها؟ ابن خالها. ابن خالها. ازيك وانت اسمك ايه؟ فريدة. اسمك ايه؟ فريدة. حلوة قوي اللبس اللي انت لابساه ده. وانت تدربي لها ايه؟ بنت خالها. هم اخوات؟ وانا عمتها. اهلا اهلا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. تمام منورينا وشرف. بس انا نفسي انها تتكلم. طب تغني اغنيه؟ لا. طب نروح نقعد على الكرسي؟ طب سقفوا لها تاني. ميرسي. تعالي معايا كده. انت حلوه خالص ولبسك حلو قوي. عاجبني لبسك جدا. استريحي جنب النجم بتاعنا استاذ محمد كريم. طيب احنا كده اتعرفنا على مازن ونيره ومحمد واحمد وياسمين ومعتز وهبه ومحمد وفيروز. خلونا ناخد فاصل ونرجع نروح الناحيه الثانيه نتعرف على بقيه صحابي. فاصل نرجع لكم. يلا بينا. رجعنا لكم مرة تانية ونتعرف على بقية أصحابي اللي معانا النهاردة بيحتفلوا بعيد ميلادهم ومواليد شهر فبراير. وحي وتحية كبيرة قوي حمزة باسم. حمزة مش انت حمزة؟ طب ممكن تقف عشان تبان. ازيك يا حمزة؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه الشياكه والقلاقه دي؟ مين اللي اختار اللبس الحلو ده؟ ماما. ما وانت بتختارش حاجه؟ يا اي حاجه ماما تجيبها تلبسها كده؟ طب افرض الحاجه مش عاجباك؟ اقول لا لا. وما بتلبسهاش ولا هي بتصر ان انت تلبسها؟ اقول لا لا. وفي الاخر بتلبسها لك؟ لا تجيب لي لبس تاني. يعني مين اللي كلامه بيمشي انت ولا ماما؟ انا. مسيطر. طيب انت في سنه كام ولا عندك الاول سنه كام؟ 6. 6. وفي سنه كام في المدرسه؟ كي جي 2. طب انت بتحب تروح المدرسه؟ بتلعب رياضه؟ طب لو مين دول؟ ماما وبابا. ماما وبابا. لو بابا جه قال لك انا هحلق لك شعرك بكره هتقول له ايه؟ اقول له لا. اوكي فانت عارف انت عايز ايه؟
برافو عليك، مبسوط منك انت. طب ولو ماما قالت لك هقص لك شعرك بكره؟ لا لا برضه. لا برضه، انت عاجبك شكلك كده وعاجبك شعرك كده. طيب لو انت قلت لماما انت لابسه انت لقيت ماما لابسه حاجه مش عاجباك هتقول لها؟ لا برضه هتسمع كلامي. هتسمع كلامك. طب وبالنسبه لبابا لو هو في حاجه عملها مش عاجباك؟ هو ما يسمعش كلامي برضه. ما بيسمعش كلامك؟ ماما بتسمع كلامك؟ يعني ماما دايما تسمع كلامك بابا لا. وماما بتشتغل ايه؟ في فيوتشر بقينز معايا انا برضه. هي مامتك معاك في المدرسه؟ هي في سنه كام؟ في برايمر 1 في برايمر كل حاجه. يعني ماما يعني انت في سنه كام؟ انا في كي جي 2. وماما في سنه كام؟ في برايمر 1 برايمر 2 برايمر 6. يعني لسه بتروحي المدرسه معاك؟ اه. اه وبابا بيروح المدرسه؟ لا. ما بيروح فين؟ الشغل. الشغل. اه طب مين بيكسب فلوس اكتر ماما ولا بابا؟ بابا. معاه فلوس كتير؟ اه. بيحطها فين؟ في المحفظة بتاعته. برضو يعني احنا دلوقتي لو طلعنا محفظة بابا هنلاقي فيها كام؟ كتير. كتير؟ معاه فلوس كتير. وماما بقى بتقعد تطلب منه طلبات كتير؟ وهو بيقول لها ايه؟ لا. بابا طيب. طب ولا انت ما بتطلب منه حاجات بيقول لك اوكي ولا بيقول لك لا مش هديك فلوس؟ برضو هو ماما اللي بيشتريها هو. اه بس انت بتاخدش فلوس؟ انا معايا حصلتي. كام بقى فيها حصلتك؟ قليل لسه. كام يعني؟ يعني 100 و 200 بس. يعني 300. طيب افرض بابا جه قال لك انا عايز استلف منك فلوس هتديهم له؟ طبعا طبعا. طب ولو ماما قالت لك عايز استلف ال 300 دول هتديهم لها؟ وهيرجعهم لك ولا تفتكر مش هيرجعهم لك؟ لا مش هيرجعهم. مش هيرجعهم، هو عارفكم كويس. طيب انت بتلعب رياضه؟ بتلعب ايه قلت لي؟ كوره. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. اهلاوي طبعا. وبابا ايه؟ زملكاوي. بابا زملكاوي بس هما كسبوا. وماما ايه؟ اهلاويه. انت طالع لماما. طب هما بيزعقوا وجده برضو اهلاوي. ماما وبابا بيزعقوا لبعض في البيت؟ لا. ساعات بيتخانقوا؟ لا. طب ساعات بيغنوا لبعض يقعدوا يغنوا كده؟ بيغنوا ايه؟ هو اي حاجه. لا يعني مثلا انت سمعت بابا بيغني ايه قبل كده؟ مش عارف. طب ماما بتغني ايه؟ مش عارف برضه. طب تحب نخليهم يغنوا؟ لا. مش عايزهم يغنوا؟ اه. صوتهم وحش؟ لا. صوتهم ايه؟ حلو. حلو؟ طب استريحوا وسقفوا له، استنوا بقى انتوا. لفوا بس كده. ابنكم عنده شخصية قوية. قوي جدا. هو ابنكم الوحيد؟ اه لا في تيم كمان لسه. ده عنده قد ايه؟ 8 شهور. ربنا يخليه لكم ويحفظه لكم. انا بتبسط قوي لما الاقي الطفل عنده شخصية. اه لا شخصيته قوية. استمروا على كده. مسيطر يعني. مسيطر. شرفونا نورتونا. حيهم اهلا وسهلا. سجدة كريم. ازيك يا سجدة؟ مش انت سجدة؟ طب اسقفوا لها. ممكن تقفي عشان تبني في الكاميرا. ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه الحلاوه دي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. كله حلو؟ انت عندك كام سنه؟ 7. يعني 7. قولي بالعربي يا اختي. لا. ليه؟ كده. انت في سنه كام؟ اولى. اولى ايه؟ وان برايمري وان. يعني اولى ابتدائي. يس. انت شاطره في انت عايزه تتكلمي بالانجليزي؟ تيجي نتكلم بالانجليزي؟ لا. اه ماشي. انا بحب العربي اكتر. طيب قولي لي بقى انت شاطره في المدرسه قوي؟ اه. ايه المادة اللي بتحبيها؟ عربي. عربي. ده مين ده اللي واقف هناك ده؟ بابا. بابا. عندك اخوات؟ اه. مين اخواتك؟ مليكة. مليكة عندها قد ايه؟ معرفش. بابا بيزعقلك؟ لا. خالص؟ ولا مرة زعق؟ ولا بتعملي حاجة معينة ممكن يزعق؟ حاجة معينة. زي ايه بقى الحاجة المعينة دي؟ ما انا عايز اوصل لها. معرفش. قولي بس بدل ما هو يقول اصحى يضحك. خليه يقول. خليه يقول؟ طيب نروح لبابا ونشوف بتزعلها لما بتعمل ايه؟ هي ما بتسمعش الكلام. بتسمعش الكلام اللي هو ازاي يعني؟ بس خليك بس. ها؟ يعني بترخم على اختها كده. بترخم على اختها بتعمل لها ايه؟ بتضربها. انت بتضربي اختك؟ فتن عليكي، شفتي؟ هي شاطره في المدرسه زي ما بتقول؟ اه. بتحب المدرسه؟ اه. انتوا شرفتونا ونورتونا، حيوهم. انت جميله. بس ما تضربيش اختك تاني. حاضر. وعد؟ اه. طيب استريحي. شكرا لساجده. عمار عمرو حيو تحية كبيرة قوي قوي قوي. اهلا يا استاذ وحشني والله. عمار انا جانا قبل كده في البرنامج مع مدرسته
واكتشف ان انا مش من المدرسه، فريق الغنى. فريق الغنى؟ انا جيت المره اللي فاتت. اوكي، واكتشف ان نظارتي ما فيهاش ازاز. ازاز. وقال لي ايه ده؟ ويوميها قعد يغني اغنيه كده اهو لسه من غير ازاز. اخبارك ايه؟ الحمد لله. بقى عندك كام سنه؟ 8. ده انت عجزت بقى. طب ناوي تغني حاجه النهارده؟ ايه؟ هغني يا ملتقى الصحبه وهغني ابو. لا خلاني ابو دي خلاص بقى، قلناها المره اللي فاتت. ماشي يا ملتقى الصحبه. عايز تغنيها وانت واقف هناك مع ماما ولا وانت واقف هنا معايا؟ وانا واقف هناك مع ماما. طب امسك المايك سقفوا له. يلا. عايزينها بقى باداء حركي. ممكن لما اقول انتوا تقولوا قرايه؟ يلا بس بص هناك. يا ملتقى الصحبة يا لالالي، يا وردة في الصحبة يا لالالي، منورين في القعدة تملي، يا صحبة جية يا لالالي، عايزين شوية اه يا لالالي، حاجة من اللي هي حبة قطع على عيني يا لالالي. الحلو قال جاي لي وانا جاشي، بقيت اكلم روحي وانا ماشي، هي الاذية شوية عليا يا صحبة جية. خلي ماما تغني معاك. عايزين شوية يا لالالي، قطع على عيني على ليلي على يا لالي. ايه يا كابتن ده؟ انت جميل، اي لاف يو. ايه الحلاوه دي؟ ها؟ انت وماما اقف بقى مع ماما. تعالي يا ماما اقفي هنا اهو. لابسين زي بعض؟ قول لي بقى، انت وماما لابسين زي بعض؟ انت ومامتك مرتبطين قوي ببعض؟ انت عندك اخوات؟ لا. كل حاجه بتقولها لماما؟ ايه الحاجه اللي ممكن ما تقولهاش لماما؟ ولا حاجه. ولا حاجه، وهي بتقولها كل حاجه؟ مش عارف. يعني مثلا بتقعد تحكي لك مثلا، انت حضرتك بتشتغلي؟ اوكي، بتشتغلي في ايه؟ اوبريشن مانجر في شركه تريننج كده. اوكي، هي مثلا ممكن تقعد، انا ما فهمتش هي بتشتغل ايه بالظبط، بس هي ممكن تقعد تحكي لك هي بتعمل ايه في الشغل؟ وتشتكي لك بقى وتقول لك مش عارف مين ضايقني والمرتب خلص ولسه ما جبناش من صح؟ لا. المرتب ما بيخلص؟ لا بس يعني هي يعني بتعمل بس بتخرجوا تتفسحوا مع بعض؟ ومين قرر النهارده ان انتوا تلبسوا زي بعض؟ هي ولا انت؟ انتوا الاثنين. اوكي، طب عايز تقول لها ايه دلوقتي؟ بحبك قوي يا ماما. طب عايز يا سقفوا لهم جامد قوي. ربنا يخليهولك، ميرسي. ايه العيله الحلوه دي؟ اتفضل استريح. طيب بعد احنا وصلنا لمين؟ لعمار. روضة إيهاب، سقفوا الروضة. ممكن تقفي عشان تباني؟ ازيك يا روضة؟ أخبارك إيه؟ كويس. كويسة؟ إيه الحلويات دي؟ أنت عندك كام سنة؟ فايف. يعني كام؟ خمسة. خمسة، أنت بتاكلي كويس ولا مش بتاكلي كويس؟ لا لا، سيبي الفستان، سيبي الفستان أو اللي أنت لابساه ده. أنت ما بتاكليش سلطة ولا بتاكلي فاكهة؟ صح؟ باكل الاثنين. بتاكلي الاثنين؟ بجد؟ انت متاكده؟ طب انت بس ساعات ما باكلش السلطه. ليه بقى؟ انا عايزك تاكلي سلطه. طب بتشربي لبن؟ ولا مش ولا ساعات برضو؟ لا بشرب لبن. بس ما بتاكليش سلطه خالص. وبتاكلي فاكهه؟ ايه الفاكهه اللي بتاكليها؟ بحب الفراوله والتفاح. انا كمان بحب الفراوله، بس سيب البتاع هيبوظ هيموت. وشكلهم دافعين في السوق الفلاني عاملين لي سيب الفستان سيب الفستان. ايه ده؟ مين الناس دي كلها؟ احنا مين دول؟ كل واحد هي هتقول اسمه او هتقول يا رب لا هيرفع ايده. خلاص يلا قولي بقى. ماما اللي لابسه صراحه حمرا. ماما اللي لابسه صراحه حمرا. اوكي، ها ومين تاني؟ وزياد. وزياد اخوكي. فين زياد؟ اهو زياد اخوكي. اوكي، ومين تاني؟ اخويا التاني. فين اخوكي التاني؟ اهو اللي بابا شايله اسمه ايه؟ محمد. محمد، وده بابا؟ اللي شايله. ومين تاني؟
وخالته. ومين؟ خالته. خالته؟ فين خالته؟ اسمها ايه؟ ايه. ايه. ومين تاني؟ وحيله. وخالك؟ خالك. خالك يعني اقرب ايه لمامتك؟ يبقى اخوها. يبقى اخوها. وخالتك تقرب ايه لمامتك؟ تبقى اختها. طب وخالتك وخالك يقربوا ايه لبعض؟ احوات. ايوه صح. وانت تقربي لهم ايه اصلا؟ انتوا. يا حياتي انت جميله خالص. اروح اتكلم معاهم ولا بلاش؟ راح اتكلم معاهم. طب انت عايزاهم يقولوا ايه؟ عايزين يقولوا كلام حلو عليكي ولا كلام مش حلو؟ يقولوا اي حاجه. يا ده دي واثقه في نفسها ثقه فظيعه. ازيك يا خالته؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت اسمك ايه؟ ايه ياسر. انت بتدرسي ايه؟ لا انا لسه في المعهد. في المعهد في سنه كام؟ تاني اعدادي. تاني اعدادي؟ طيب وايه ايه هواياتك؟ فرجة على استاذ شريف. ايوه. انت بتتابعيني على طول؟ كل يوم؟ ما بتزهقيش؟ لا. والقعيده ربنا يخليها لك. ما بتزهقيش؟ لا. انت في معهد ايه بقى؟ معهد الازهر. معهد الازهر. بتدرسي ايه في معهد الازهر؟ بدرس مواد كتير. ايه بقى؟ ايه اكتر ماده انت بتحبيها؟ اللغه العربيه. واللغه العربيه بتاعتك قويه؟ ايوه. طب انت عارفه اللغه العربيه بتاعتي مضمحله؟ بتكلم بالعافيه اصلا. ازي حضرتك؟ الله يسلمك. مشرفانا ومنورانا. الله يخليك. اهلا بيكي. انت اخوها؟ اوعى تكون بتغلس عليها. بتغلس عليها؟ جدا. بنتك ما بتاكلش سلطه ليه؟ لا بتاكل سلطه بتحبها اصلا. ايه؟ اصدق مين فيكم بقى الام ولا الخاله؟ الام. آه. لا والله بتحبها. انت بتحبي السلطه ولا لا؟ يعني مش عارفه. ازيك يا خالو؟ الله يسلمك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بتشوفها كل قد ايه؟ احنا مع بعض على طول. انتوا عايشين مع بعض؟ لا بس يعني كل اسبوع كل اسبوعين. أوكي. على حسب الدراسه بس. اوكي. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك. شكرا. بتشتغل في مجال ايه؟ محاسب. اهلا بيك. الله يخليك. معاك فلوس قد كده؟ انا؟ ايوه. لا والله شركه. أوه. شركه قطاع عام. ما هو فلوس قد كده بقى. مفيش. بصي كرشه اهو. انت بتعرف تطبخي؟ كل حاجه. مش عارفة. عايزه تقولي حاجه؟ لا شكرا. طب ايه انت بتتفرجي على 14 شارع الشريف؟ اه. اكتر حاجه متابعاها او اكتر ضيف بتحبيه مين؟ حافظه اساميهم؟ استاذ حسام. كانت لسه بتقول أوكي. يعني استاذ حسام. اوكي. طب ومين كمان؟ مين من الستات فاكره اسامي؟ عارفه منى طرابيشي؟ اه. يوم التلات. يوم التلات. وبعد اخضها اخضك زي ما بخضها. تشوفي انا بخضها ازاي ولا لا. بلاش؟ بلاش. حيوهم. ميرسي. قالوا كل حاجه حلوه الحمد لله. طلعتي براءه. استريحي. طيب عايزين ادم. ادم ايه؟ طيب. ادم طيب. اهلا وسهلا. سقفوا لادم. ازيك؟ الحمد لله كويس. ايه؟ الحمد لله. انا الفاميلي نيم بتاعك انا اسمه ايه قلتني؟ ادم. انتوا مصريين؟ طيب ايه طيب معناها تعرف؟ طب انت منين اصلا؟ انا من الزقازيق. من الزقازيق. انت جاي النهارده مخصوص ولا ايه؟ ولا انت عايش في القاهره؟ لا انا جاي النهارده مخصوص. ده حبيبي ده انت على راسي. عندك كام سنه؟ انا 8. 8 سنين. شكلك كده شاطر. حتى لو مش شاطر في المدرسه بس شاطر في الحياه او هتبقى شاطر في الحياه ان شاء الله. إيه مين دول؟ اخواتي. اخواتك. الطويل اللي لابس اسود ده اسمه ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. واللي بعديه؟ محمد. محمد. والبنت؟ زين. زينب؟ زينة. 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 اهلا وسهلا. بيغلسوا برضو عليك وكده ولا انت مسيطر؟ لا ده اكيد بيغلسوا عليا. اكيد بيغلس. مين اكتر واحد بيغلس؟ زينة. يا زينة. مش كفايه موبايلك كان بيضرب دلوقتي؟ مين كان بيكلمك؟ امال كان بيضرب ليه؟ الاذان. كان الاذان. طب اقول لي ممكن اروح لهم اجي لك؟ طب ممكن تقفوا كده تلفوا احودوا. ازيكم؟ ايه لبس الحلو؟ اهلا اهلا. انتوا مصريين اصلا؟ بس الفاميلي نيم ايه؟ انا مش فاهم. بابايا اسمه تايب. تايب. اه تايب. اه اوكي. لكن لقبه اصلا محسن. محسن اوكي. اه يعني مصريه برضه عادي. تعالي بقى اقفي في النص هنا. ايوه ايديكي من على الشنطه. ممكن اعرف الشنطه دي فيها ايه؟ الموبايل والسماعات. وايه تاني؟ والمرايه بس. مرايه؟ بتشوفي ايه في المرايه؟ ماما قالت لي خدي المرايه بتاعتك. طب انت الموبايل بتاعك مش فيه سيلفي؟ ممكن تبصي على نفسك فيه؟ اه. ده المرايه؟ اه. طيب وانت بصيت في المرايه؟ وانت ماما قالت لك تبصي في المرايه؟ لا؟ بتغلسي على اخوكي ليه؟ انت في سنه كام؟ سنه
5. انت حتى مانيكير ليه؟ عادي. وحتى ميك اب؟ حتى روج؟ اه. وماما عارفه؟ اه. وهي سمحت لك بكده؟ اه. وفي تاتو جوه؟ لا مفيش. لا اهو والله ما في اهو. وريني ايه اللي جوه في رقبتك ده؟ في تاتو عامله تاتو؟ لا والله ما عامله تاتو. والله ما اعرف ليه. انت مش عايش معاهم في البيت يا حاج؟ لا هو بتروح واخداها وراحت نازله كوافير وانا ما اعرفش. انت عندك كام سنه؟ عندي 14. 14؟ انت شاطر في المدرسه؟ اه. انتوا في الزقازيق؟ منين في الزقازيق؟ يعني من الزراعه. اهلا وسهلا. وانت شاطره في المدرسه؟ اكيد اكيد. وحضرتك طبعا يعني ولا نص نص؟ لا اكيد. عادي لو قلت حاجه؟ اه قول. انا بشكر طنط مريم عشان هي اللي خلتنا تيجي هنا. اهلا وسهلا. انا مش عارف مين طنط مريم بس بحقيقة ميرسي ليكو. اتفضلوا حيوهم. عندك مواهب؟ ايه عندك مواهب؟ لا ليه لازم تلعب رياضه او يبقى عندك موهبه ايه؟ استكشف. ايوه انا بلعب رياضه. تلعب ايه؟ كيك بوكس وكوره. كيك بوكس كده اهو. وريني حركه كده. حركه ازاي يعني؟ بالكيك بوكس برجلك. برجلي؟ اه. يعني ازاي يعني؟ يعني وريني حركه كده. مش كيك بوكس ده بتقعدوا تعملوا كده برجلكوا ولا بتعملوا ازاي؟ مش كده بس. امال ازاي؟ وكده. ايوه كده بالجنب كده اهو. ايوه انت عملت الحركه اهو. استريح. حيوم ميرسي. عندنا اتنين اخوات. اخوات ملك. ملك وحمزه انتوا اخوات؟ لا وقرب. ملك اسامه. حيو ملك اسامه. ازاي اخبارك؟ ممكن تقفي فوق عشان تبيني. ازيك يا ملوكه؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ 9 سنين. 9 سنين ومعاكي العيله اهي. انت شاطره في المدرسه؟ مين اللي على التيشيرت دي؟ دي شخصيه معروفه؟ ولا ما تعرفيش؟ انت منين؟ مصر. ايوه انا عارف انك من مصر. يعني ساكنه فين؟ ساكنه في المعادي. في المعادي. شاطره في المدرسه؟ مين بقى اللي معاكي النهارده دول؟ ماما وخالته. ماما وخالته. مين الكبيره ومين الصغيره؟ مين اكبر؟ ماما. بيتخانقوا؟ لا خالص خالص. مش ساعات مثلا لما خالته بتكلم ماما بعد ما ماما تقفل التليفون تقول يوه بقى دي تعبتني بقى وكل شويه تتكلم وتطلب مش عارف. بيستلفوا من بعض هدوم؟ ايه بقى؟ ايه اللي بيستلفوا؟ هتتفضحوا هتتفضحوا. بيستلفوا ايه من بعض؟ هدوم. وساعات مش بيرجعوها؟ يا مرة خالته استلفت حاجة من ماما وما رجعتهاش؟ لا بترجعها. بترجعها؟ اوكي. طيب وانت عايزة تقول لهم حاجة؟ طيب استني انا اروح نشوف اكبرهم. عادي كل الاخوات بيستلفوا من بعض هدوم. ده انتوا بتبقوا مش طبيعيين لما استلفتوش من بعض هدوم. اخوات هو مين مامتها؟ انا. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. مين غيرها؟ عندي نور بس في البيت. نور. وانت خالتها؟ انا خالتها. بتتعاملي معاها كل قد ايه ولا بتشوفيها كل قد ايه؟ مع بعض على طول. على طول. وبتستلفوا بقى هدوم بعض على طول. ربنا يخليها لكم. فرصه سعيده. اهلا بيكم. حيوهم. ميرسي ملك اسامه. استريحي يا حبيبه قلبي. حمزه شريف. حيو استاذ حمزه. زيع. ليه؟ ليه؟ زيع. انا قالوا لي ان انت هتبقى مذيع ما تكبر. او قالوا لي ان انت نفسك تبقى مذيع. دلوقتي لما تكبر هتبقى مذيع. اه. مش عايز تذيع؟ طب انت عندك كام سنه؟ 6 سنين. 6 سنين. شاطر في المدرسه؟ مين بقى اللي عامل لك شعرك القصه دي؟ مامتك؟ قعدت بقى توقف لك في شعرك ده قد ايه بالجل؟ كتير. وانت سايبها كده؟ وانت ما بتعرفش تعمل التصريحه دي لنفسك؟ سهله. تعرف عامل ايديك كده وجايب شويه دولت. اه بالظبط. تعرف؟ بعرف. طيب دي ماما؟ اه. وده مين؟ تيم. مين؟ تيم. ده اخوك؟ اوكي. ماما بتطبخ كويس؟ ايه اكتر اكل بتعمله ماما؟ مكرونه. مكرونه؟ ما بتعملش محشي؟ بتكسل. طب هي بتشتغل؟ قاعده في البيت؟ بتزعق لك؟ طب انت مواهبك ايه؟ بتلعب رياضه؟ بترسم؟ بتغني؟ بتعمل ايه؟ بلعب سباحه. بتعرف تعوم كويس؟ لو حطيناك في الغريق كده اعوم هتعرف تتصرف؟ وماما بتعرف تعوم؟ لا انت علمها انت بقى. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ عايزك تبصي بس عشان وشك يبان. عامله ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. منوره. الله يخليك. بتحطي له جل كتير قوي في شعره. هو اللي عايز. لا بس ده بيوقع الشعر. لا ده النهارده بس. اه ده يعني في المناسبات. اه. ازيك؟ انت اسمك الحلاوه دي. اهلا بيك. ربنا يخليهم لك. يخلي. فرصه سعيده. الله يخليك. اتفضلي. حيوهم. ميرسي. تريح.
حبيبه احمد. اوه سقفوا الحبيبه. عايزه تمسكي المايك؟ عايزه تمسكي المايك؟ اهو. عايزه تذيعي؟ تعرفي تذيعي؟ تعرفي تقلديني طيب؟ ايه كل الناس دي؟ مين دول؟ مين الناس دي؟ ها؟ ماما. ماما ترفع ايدها؟ اهي. اوكي ومين تاني؟ خالتي. خالتك مين؟ ماما خالتك دي؟ اوكي. وبعدها؟ خالتي التانية. اسمهم ايه؟ خالة اسمهم ايه خالاتك؟ بتقول لهم طنط ولا خالته ولا بتقول لهم ايه؟ خالته. خالته ايه؟ طب الاولانية اسمها خالته ايه؟ خالته أمنة. خالته أمنة، الله اسمها حلو. وخالته التانية؟ رؤية. خالته رؤية. ومين الراجل هناك ده؟ خاله. خاله؟ اسمه خاله ايه؟ عبده. خاله عبده. اوكي. ومين بقى الناس دي كلها؟ ده إيه اسمه ايه؟ ابن علي اخويا. ده علي؟ اه. واللي مين اللي جنبه؟ اياد ابن خالتي. ايوه. رؤية. ايوه. واللي بعده بقى الصغير ده ابن خالتي بقى. ابن خالتك مين؟ اخو اياد رؤية. خالتك الاولانية مين ولادها؟ هي ما عندهاش ولاد. ما عندهاش ولاد. خالتك التانية مين ولادها؟ هادي وإياد. هادي وإياد. خالك مين ولاده؟ هانيا بس في البيت. اسمها ايه؟ هانيا بس في البيت. هانيا. اوكي. طيب. وماما بتزعقلك صح؟ وبتضربك صح؟ انا حسيت بكده مش عارف ليه. بتضرب بتتعصب؟ هي عصبية؟ طول النهار كده ماشية تزعق في الناس صح؟ طب ما اقول لها اهدي يا ماما. قولي لها. قولي لها اهدي. ما تخافيش مني. اهدي. هي اخر مرة ضربتك امتى؟ بصراحة. النهاردة. يعني البنت جاية تحتفل بعيد ميلادها في 24/20 بتضربيها الصبح ليه؟ ده ايه النكد ده على الصبح؟ مامتك نكدية؟ بتقولك اه. بتسمع اغاني ايه طيب وانا اقول لك هي نكديه ازاي؟ بتسمع اغاني؟ ايه لمين مثلا؟ لما ليها بتتسلى فيها كده يعني. هي بتشتغل؟ لا. افضيالك بقى؟ ايه لو اشتغلت مش هيبقى عندها وقت تضرب بقى وتزعق والحاجات دي. طب ايه النهارده ضربتك ليه الصبح؟ عملتي هببتي ايه؟ ما هببتش. عملتي ايه طيب؟ قولي بصراحه عشان اصالحكم على بعض. قول. انا ايه كان بابا كان بيوصلنا بالعربيه. بس هو ما جاش يعني. وبعدين؟ ما تبصلهاش ما تبصلهاش. انا كنت بصي كده. كنت عايزه يعني اخرج بره يعني العب شويه صغيره. راحت هي ضربتني. ضربتك ازاي؟ اديني كده اكن انا انت وهي انت. يعني قرصتني في رجلي. قرصتك في انهي رجلي؟ هنا. دي ورمه. انت قرصتيها ليه؟ ليه بتقرصي البنت؟ انت مامتك وانت صغيره كانت بتقرصك؟ اتضربتي؟ استني ما نروح نشوف حكايتهم ايه، انت عايزاها ما تضربكيش تاني طبعا. طب اصبري عليا. انت بتقرصي البنت وهي جايه ليه؟ عايزه تنزل تلعب شويه، ايه المشكله يعني؟ بهدلت نفسها تراب. ايوه. وبهدلت نفسها خالص. انا عماله اقول لها اهدي. وفي عربيات جوه في مدخل الاستوديو، في عربيات بره كتير. فانا كنت خايفه عليها والله. انت قرصتيها وهي هنا في الاستوديو؟ ايه ده؟ هي ما قالتلكش؟ لا انا اللي اعترفت. كمان اهم حاجه ما تقرصهاش بعد الاستوديو. دي هتاكلها. لا خلاص ما فيش قرص تاني. يعني تعاملي معاها بهدوء. بتقول لي ماما عصبيه. والله قوي مش عارفه ليه. عندي بيبي صغير فهو اللي معصبني خالص. انا بحاول اهديها اصلا على اولاد. ما فيش فايده خالص. ما في. هي عصبيه بجد؟ لا ده حقيقي. بصي لا استني، ما انا هخليها تصلحي دلوقتي. صلحه؟ ايه صلحي. انتوا مين فيكم الكبير اصلا؟ الكبير. رقم واحد. رقم مين؟ رقم اثنين. انا اثنين وبعدين ثلاثه. 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 انا وانت الاربعه. مامتك بتضربك؟ لا والله لا. طب وانت بتعملي بنتك كده ليه؟ والله لا الضغوط بقى. ضغوط ثلاث اطفال. ثلاث اطفال؟ مش قادره تجيبي ثلاثه، جبتيهم ليه؟ هما مالهم؟ والله انت سبب. انت كده يا حبيبي. يعني. ماشي يا حبيبي. ماشي يا حبيبي. تعالي يا حبيبي عشان عايزه تبوسك وتصالحك وهتقول لك عمرها ما هتقرصك ولا تضربك تاني في حياتها. سقفوا له. ما تصدقش هي قالت لك ايه؟ ما سمعتش. كده مش عارفه. هغني لك يا بنات. هغني لك يا بنات. لا مش انهن. هي ما قلتي دلوقتي. لا هي انا صوتي وحش. ما ينفعش اغني. هي انت عايزه ماما تغني؟ قولي اه. يلا غني.
لا والله صوتي وحش خالص. يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنيه ولا دقش الحلويات، حلوه الايام فعنيه علشان خلفت بنيه، ولا شفت الارض تهدت ولا مرت الحيط عليا. اوبا ايوه كده. مفيش قرص تاني ولا ضرب ولا زعيق حتى، خلاص. وكل ما تقرصك فكريها بيا، اقول لها هجيب لك عمو شريف. خلاص شكرا ليكم نورتونا. عايز تقول ايه؟ لا ما تقولوش ايه، بقول لك ايه؟ عليا انا اعترف عليها. ما هي اللي بتعملوه فيها لازم تعملوه في حد، ده طبيعي يعني انا الغلطان. اه بقول لك ايه، انت مش هتقرصي حد ولا حد هيقرصك. يلا صالح اياد، يلا بوسي هج، يلا حضن كبير، حضن كبير يا اياد. ايوه كده برافو، مفيش قرص ولا ضرب. شكرا، اتفضلي. شكرا ليكم، اهلا وسهلا. طيب حمزه حسين، سقفوا الاستاذ حمزه. ايه السياكه دي؟ ازيك يا حمزه؟ مش حاطين لك جيل الحمد لله في شعرك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا كده اوضب لك الياقه بتاعتك اهو. انت عندك كام سنه؟ 5. شكلك شاطر في المدرسه. استنى انا هقف لك الناحيه الثانيه عشان ايه وشك يبان اكتر. اهلا، مين دول؟ ماما. ها فين ماما؟ اوكي اوكي. ها لا في ناس تانية واقفة، مين هم؟ دي ننتي. ننتك، مامة مين؟ ماما. مامة ماما ولا مامة بابا؟ ماما. ماما، ومين ده؟ اللي بيتحدى ياسين. يقرب لك ايه؟ ها؟ مش عارف. مين ده؟ يقرب له ايه؟ مش عارف اخوك؟ ياسين؟ يبقى اخو مين؟ حمزه. وحمزه يبقى اخو مين؟ ياسين. وحمزه اسمه حمزه ايه؟ حمزه حسين نصر علي عبد الدين. وياسين اسمه ياسين ايه؟ ياسين حسين نصر علي عبد الدين. يبقى تبقوا انتوا الاثنين ايه؟ اخوات. حبايب، صح كده؟ صح. ماشي، هو مين الكبير؟ ماما. ما لا يعني انت ولا اخوك؟ اخويا. اكبر منك بكام سنه؟ ما تحط ايديك جنبك كده وانت بتتكلم. عنده 7. وانت عندك قلت لي كام؟ 5. اوكي، قول لي بقى بتروح تزور نينا كل قد ايه؟ جدتك. ولا مش بتشوفها كتير؟ بشوفها كتير. كل يوم؟ بجد؟ انتوا ساكنين مع بعض؟ جدعان، حيوهم. برافو. انت ماما بتضربك؟ اه. برضه؟ جرى ايه بقى؟ وتيتا بتضربك؟ لا. التيتات ما بيضربوش اصلهم. عمرهم. طب ماما بتضربك لما بتعمل ايه؟ ماما اضرب اخويا. وانت بتضرب اخوك ليه؟ كده ممنوع الضرب. طب انا هروح اتفاهم معاهم، مش هيضربوك تاني. طيب اسمعني بس، هو بيضربك وانت بتضربه ليه؟ مش انت كبير؟ بيضربك ايه؟ لا بص كده وقت للناس، بيضربك لما يحصل ايه؟ بتضربوا بعض امتى؟ عادي بنضرب بعض ما نتخانق على بعض، نتضرب بقى ونقعد نتشتم. مين اللي بيشتمكم؟ على طول بنتخانق وماما بتزعقلنا. بتزعقلكوا ولا بتشتمكوا؟ لا بتزعقلنا. بتزعقلكوا تقول يعني قلد ماما كده وهي بتزعق؟ مش عارفه وانتوا اصل مش عارف. سيب الواد يعبر عن نفسه، تعالى مالكش دعوه. ها بتقول لكم ايه؟ بتقول لي تقعد تشتمنا وتعمل لنا حاجات كتير وتقعد تحبسنا في الاوضه وتقول لهم بتحبسيهم في الاوضه؟ اوضه الفيران؟ حضرتك كنت بتحبسيها؟ لا. كنت بتضربيها؟ كان وراثة لا حقيقي انا بقول كان زمان. اه هما صغيرين جامد؟ لا يعني عقاب بالشبشب ولا بالحزام؟ لا ولا شبشب ولا حزام، بالايد كده بس. طب وريني كده ازاي؟ لا بسيطة بسيطة. طب بصي عشان انت فضحتهم وكده ايه يعني ايه مش هيحصل كويس، هي مش هتضربكوا تاني. ماشي. مامي ايه؟ انتوا مسميني ايه؟ يبقى يكون امنا الغولة. فريدة. مسميني فريدة. فريدة من ايه بقى؟ من نوحة؟ فريدة بتاعت فيلم الفيل الازرق. ما انا مش عارف ما شفتوش. كانت بتعمل ايه؟ بتاكل العيال ولا يا نهار اسود. الشخصية المتوقعة. بيقولوا فريدة جت على طول. لا بجد؟ طب انت ليه بقى؟ انت وصلتي العيال لكده ليه؟ لا يا اقف هنا حضرتك. معاهم المدرسة. انت مدرسه عندهم في المدرسه؟ لا مش أنا مدرسه، في المدرسه بشتغل في الاداره وهم معايا في المدرسه. ف يعني انتوا في وش بعض طول النهار في البيت وفي كل. طب هم ذنبهم ايه؟ مثل روحت يعني مدرستهم متمسكين ببعض بطريقه رهيبه مع بعض في كل حاجه. ماشي بس هم مش عايزينك بعد كده. انتوا مسمينها ايه؟
فريده. فريده الاشكيفه. هو بعد كده مش هنقول عليها كده، هنقول عليها سنو وايت خلاص. بس هي مش هتضربكم وانتم ما تغلسوش برضه خلاص. حيوهم. شكرا. خلاص مش هتضربكك تاني، ما تقلقش، لا تقلق، اقعد. هنختم بقى مع لوجين هاني. سقفوا لوجين. ايه الحلويات دي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. انت عندك كام سنه؟ فايف. ده انت جايبه العيله والشارع كله، بسم الله ما شاء الله. وفي سنه كام؟ ها؟ سنه كام؟ هو انا مش عارفه انا في سنه كام اساسا. طب انت بتروحي المدرسه؟ لا بروح حضانه. هو انت عندي كام سنه قلتي؟ فايف. يعني لسه هتروحي المدرسه السنه الجايه صح؟ اه. اوكي. انت عايزه تروحي المدرسه مش عايزه تروحي اصلا؟ لا انا عايزه اروح عشان ادخل مدرسه ادم. مين ادم؟ ادم اهو اللي هو يقرب لك ايه؟ اخويا. اخوكي. مين بقى الناس دي كلها؟ ماما. فين ماما؟ اهي. ها بابا. فين بابا؟ اهو. تانت لولا. تانت مين؟ تانت لولا. تقرب لك ايه؟ اخت ماما. اخت يعني خالتك؟ لا ايوه اخت ماما يعني خالتك. اخت مين؟ اخت تيتا يعني خاله ماما. ومين مين الراجل الطيب اللي هناك ده؟ ها عمو خالد. يقرب لك ايه؟ اخو تيتا؟ لا امال ايه؟ اخو ماما؟ جوز طنط ليلى. وطنط ليلى بتدلعها تقول لها طنط ايه؟ طبعا هسألك سؤال وتجاوبيني بمنتهى الصراحة عشان انت شكلك برضه شخصيتك قوية. مين في اللي واقفين دول أكتر حد بتحبيه؟ ماما وآدم وبابا وطنط لولا وعمو خالد. كلهم؟ آه. طب مين أكتر واحد مش بتحبيه فيهم؟ بصراحة برضه. لا ما أنا مش هو أنا بحبهم كلهم. أوكي. طب هو بابا بيشتغل إيه؟ قنديل. قنديل؟ آه. يعني ايه؟ هو بس وهم في الكارت سموه اندور بس في الكارت. اندور؟ بابا انديل ولا اندور؟ انديل. يعني هو بيعمل ايه بقى بالظبط طيب؟ بيعمل لمبات كده. بينور الاماكن مثلا؟ لا هو بيعمل لمبات. عنده مصنع لمبات؟ لا هو بيعمل لمبات في فين؟ في في الشغل. في الشغل. طب وماما بتشتغل ايه؟ ماما بتدرس لادم. بتدرس لادم، مدرسة ادم صح؟ طب وطنط لولو بتشتغل ايه؟ هو انا مش عارفه. طب اساليها. اساليها اهي قدامك اساليها. انت بتشتغلي ايه؟ اساليها. بتشتغلي ايه؟ بتشتغلي ايه؟ موظفة؟ موظفة. اساليها موظفة في ايه يعني؟ بتعملي ايه بالظبط؟ في وزارة الري. دي المسؤولة عن النيل. طب وانكل بيشتغل ايه؟ اسأليه برضه لو مش عارف. شيف. الله بيعمل اكل حلو. بيعمل اكل ايه؟ وانا مش عارفه. مش بيجيب لكم اكل خالص؟ بابا هو اللي بيجيب لنا الاكل. بابا بابا بيجيب لكم الاكل وبيجيب لكم اناديل وبيجيب لكم كل حاجه. لا مش بيجيب اناديل، هو اللي بيعمل هو اسمه انديل عشان بيعمل لمبات. يعني باباكي اسمه الحقيقي ايه؟ هاني. هاني انديل؟ لا هاني. وبعدين بعد هاني في ايه؟ يعني لا ها هاني اكرم. هاني اكرم انديل. هو بس هو في الشغل بيقولوا انديل عشان ايه اللمات اللي بيعملها وكده. هو نفهم من ايه؟ يا باباكي بينور الدنيا صح؟ هو بيعملها بعد كده يسيبها في الشغل. ده انتوا عندكم بقى ايه اللمبات اللي في البيت عندكم كلها ببلاش؟ لا هو بابا عمل لنا لمبتين بس بتوع ماما. يعني ايه بقى؟ يعني لمبات بس بتاعت صالح احنا خلعناها من فوق وايه وعملناها لمبه تانيه بس بتفتح ايه بحاجه كده. طب واللمبه دي بتاعت ماما ولا بتاعت بابا؟ بتاعت ماما. ومين بينورها؟ ماما. ومين بيطفيها؟ انا. وبابا بيعمل ايه؟ بابا عمل لمبة في الشغل وعمل لمبة في البيت. اوكي. بتدفعوا فلوسهم؟ اساسا احنا جايبين لمبة دي من عندنا اصلا. ما هي هو انديل بقى صح كده؟
طب استنى ما نروح نشوف اخبارهم ايه الناس دي. ازيك بنتك مش سهله. لا خالص. هي ليه ما تروحش المدرسه؟ هي لسه سنها هتدخل تجريبي مع اخوها فلسه ان شاء الله. ان شاء الله زي حضرتك. اهلا بيك. انت مبتهجه ما شاء الله. الله جدا. انت جميله مبسوطه والله. ربي يخليكي. وهيكشف تخصص ايه؟ سخن. سخن. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ سلام. بنتك ما شاء الله الله اكبر. انت ادم؟ ازيك يا ادم؟ الحمد لله. اختك عايزه تروح معاك المدرسه. ايه؟ في حد هنا بيضربك او بيزعقلك؟ عشان ازعق له. قولي لي حد بيزعقلك؟ يا حياتي. طب تيتا ما جاتش معاكي ليه؟ رجلها وجعها. وانا بقول لها الف سلامه ليها. ان شاء الله تبقى انا وهي نبقى كويسين. يلا حيهم بقى تحيه كبيره. ميرسي نورتونا. اتريحي حبيبه قلبي. اهلا وسهلا. طيب احنا كده اتعرفنا على حمزه وسجده وعمار وراوده وادم وملك وحمزه وحبيبه وحمزه ولوجين. خلونا بقى نحتفل بقى. نبتدي بقى اجواء الاحتفاليه بتاعتنا ونشوف فاصل. وبعد الفاصل انتوا عارفين طبعا عيد ميلاد ده برعايه بينجو. فبينجو عامل شو هيعجبكم قوي. جاهزين تشوفوا بينجو شو؟ يلا فاصل ورجع لكم مع بينجو شو. خليكم معانا لو سمحتوا. اربع شارع شريف. اربع شارع شريف. اربع شارع شريف. اربع شارع شريف. We'll be right back.
تحية كبيرة قوي قوي لسيد أسامة ياسين وشوق البسكليت، وتحية لكل أسرة ياسين، حيوم وتحية كبيرة قوي. وأنا عايز أقول لكم أصلاً العجلة الصغيرة دي عارفين بتاعت مين؟ ها مين؟ بودي. أهي عجلة بودي أهي، حيو بودي بقى. مرة تانية بشكر سيد أسامة ياسين على الشو الحلو، والشو ده مقدم طبعاً من بينجو. خلونا بقى نشوف فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم ويكون بينجو اللي عندنا هنا في 4 شارع شريف فتح، وانا ومستر وميسس بينجو هنوزع الهدايا الخاصة بعيد ميلاد اصحابنا اللي بيحتفلوا معانا النهاردة مواليد شهر فبراير. يلا فاصل. 4 شارع شريف، 4 شارع شريف، 4 شارع شريف، 4 شارع شريف. عيد ميلاد يعني هدية، والهدية تبقى أحلى من فين؟ مش سامع؟ مش سامع؟ ايوه كده. تحيه بقى البينجو، تحيه كبيره قوي. والنهارده كده انا ومستر وميسس بينجو قعدنا نفكر ايه الهديه اللي نقدمها لاصحابي اللي جايين يحتفلوا معانا بعيد ميلادهم مواليد شهر فبراير. لقينا ان الصلصال لعبه حلوه قوي، وكمان ان احنا نعمل حاجات ليها علاقه بعالم الديناصورات بالصلصال هتبقى حلوه قوي. عارفين الديناصور؟ مين عارف الديناصور؟ تيركس. كان بيعمل صوت شكله ايه؟ وكبار عارفين الديناصورات؟ كانوا بيعملوا صوت شكله ايه؟ يا في ده كلهم طلعوا زيك. طيب لا استنوا بس، بصوا بقى ركزوا معايا كله بقى يركز عشان نشوف اللعبه النهارده اللي بينجو بيقدمها لاصحابنا اللي جايين يحتفلوا بعيد ميلادهم عباره عن ايه. اللعبه دي اهي هنفتحها، ركزوا بقى ونشوف جوه مكونات اللعبه ايه. هنا في اول حاجه الكيس ده اللي فيه الصلصال، فيه 1 2 3 4 5 6 علب ايه صلصال بالوان مختلفه، احمر وازرق واخضر واورنج واصفر، والالوان كلها اللي احنا بنحبها. في ميرسي حبيبي. وبعدين هنا في بقى ده ايوه كده وش، ودي الارضيه اللي هنوقف عليها الديناصور بس كده خلاص. وبعدين نقفل دايما انا بحب احتفظ بالعلب دي، وبعد ما اخلص لعب برجع الحاجه مره ثانيه جواها. خلاص هنخلي بقى دي هنا دلوقتي. تعالوا بقى نجرب نفتح كده ونلعب. بص اولا بقى هنا الديناصور ده ممكن نعمل منه اشكال، كل جسمه عباره عن حاجات ممكن نعمل بيها اشكال زي الاشكال اللي عندي هنا على الترابيزه. خلاص. وفي البركان، عارفين البركان؟ البركان بيعمل ازاي؟ فولكينو. اه ده بيتفتح ازاي اهو. تعالوا نفتح الكيس، مش هقطعه، هو ليه طريقه فتح اهي. يا قروب انت اهو. ايوه حلوه. وبعدين ده البركان بتاعنا، البركان بيطلع ايه؟ فولكينو. بيطلع ايه؟ بيطلع نار. والله النار بيبقى لونها ايه؟ احمر ولا اورنج ولا زرقاء؟ في نار زرقاء. في نار زرقاء. لا بيتحط على البوتاجاز. ماشي نفتح هنا هو الصلصال اللي لونه البينجو دو، والبينجو دو مصنوع من مواد امنه على صحه اولادنا الصغيرين. بس لا مش المفروض حد يبلعه اكيد، لان ده صلصال مش اكل صح. لا هو مش سم، وحتى لو جه في البق مش بيعمل حاجه مضره، بس هو مش المفروض نحط اي حاجه في بقنا غير الاكل والشرب. هنا فتحنا الصلصال اهو اللي هنعمل فيه ايه؟ هنعمل بيه ايه؟ الفولكينو. هنحطه جوه هنا كده اهو في القالب بتاع البركان اهو، وهنا في بقيه القالب هنحطه كده، هيروح مطلع نار. بصوا بقى ازاي لما تدوس اهو.
فولكينو بجد. خلاص وايه دي؟ خطوات ديناصور. برافو عليك. ممكن برضو نعملها. وبعدين الديناصور هنا مطلع عليكم ايه؟ تيجوا نخليه يطلع لسانه برضو ده اهو باللون الايه؟ تفتكروا الديناصور لسانه كان احمر؟ لا. اه ما ممكن كان يبقى لون تاني ما احنا ما شفناهوش. انت لسانك لونه ايه؟ احمر. اوكي اهو بينك. ممكن ممكن كان يبقى ازرق، ممكن يبقى اخضر، احنا مش عارفين لان احنا ما شفناهوش. طب هنا بقى هنروح جايبين الديناصور ده كده خلاص، هنفتح ظهره بالطريقه دي وهنجيب الايه ده لونه ايه؟ الصلصال الاحمر. هنحطه، بصوا بقى ازاي وهيحصل ايه، هيطلع لنا لسانه دلوقتي. هناخد جزء منه اهو، وكل علبه بعد كده ما نخلص الصلصال ناخده نحطه في العلبه بتاعته باللون بتاعه. انا عندي في المدرسه زي ده بجد؟ طيب هنحط هنا جزء من الصلصال اهو. ادوس عليه ولا لسه؟ جاهزين انه يطلع لسانه؟ وروني لسانكم كده والناحيه الثانيه. هو مش المفروض حد يطلع لسانه بس هنعديها عشان انتوا جايين تحتفلوا فمش هغلس عليكم. بصوا بقى ندوس. جامد جامد ده بيمضغ جامد اهو اهو اهو. طيب تيجوا نعمل نشوف الظهر بتاعه اللي هو فيه حاجه زي الشوك، عايزين لونه يبقى ايه؟ ازرق. ازرق اوكي اهو ازرق اهو. ازرق غامق اهو. ازرق غامق اهو. ازرق غامق. هنعمل الديناصور كله قدامكم دلوقتي. وفي بقى حاجه مهمه قوي عايزين نقولها، ان احنا دايما لما يبقى عندنا لعبه لازم ننده اخواتنا يلعبوا معانا، او صحابنا او صحابنا او مامتنا وبابانا، اي حد يجي يقعد يلعب معانا اهو. دي هنعملها كده اهو. ايوه نغسل ايدينا بعد اي حاجه على طول. احنا المفروض بالايام دي عشان كمان في وعشان الفيروسات والحاجات دي، انتوا حافظين كل حاجه العيال دي. اوكي هنحط بقى دي كده اهو. بصوا اهي ركزوا معايا. لسانه وقع صح. هنروح دايسين كده. بصوا 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 بصوا. ممكن ايه؟ انكرت. بصوا هندوس بقى هيحصل ايه؟ بصوا في ظهره اهو اهو. بصوا طلع ايه؟ الشوك اللي في ظهره. خلاص؟ وبعدين احنا ممكن لسانه نركبه له مره ثانيه اهو. كده حلو؟ خلاص؟ بصوا بقى هنا في الحاجات بقى دي كلها زيادات ممكن ايه نشيلها كده اهو. اهي اهي. وبعدين هنجيب ده هنركبه على، بصوا الارضيه دي كمان ممكن نعمل بيها اشكال كتيره قوي زي الحاجات الصغيره. ممكن نحطها على الصلصال بالظبط، وهنركبه في ايه؟ في الارضيه الخاصه بيه اهو. سقفوا لي بقى. طيب يبقى كده كل واحد فيكم هيروح البيت هيفتح اللعبه بتاعته هيلاقي فيها القصه دي. اهالي بقى وانتوا بتشتروا العاب لاولادكم دايما لازم يبقى فيه علامه الجوده ان المنتج ده مطابق للمواصفات العالميه وامن ان اولادنا يستخدموه، اللي هو العلامه دي EN71. العلامه EN71 معناها ان هذا المنتج مطابق للمواصفات العالميه واطفالنا ممكن ايه يلعبوا بيه واحنا مش قلقانين عليهم. في حاجة بقى تانية، في حاجة تانية، أو أولاً الحاجات دي لما هتفتحوا العلبة هتلاقوا مكنة علم المكنة اللي عملنا بيها الديناصور اللي على شكل ديناصور خلاص، وهنلاقي شكل البركان اللي عملناه وأشكال ديناصورات كتيرة قوي، وزي ما عملنا لسان الديناصور والظهر والكلام ده كله وبصمة الرجل بتاعت الديناصور، وفي كمان هنا زيادة من الصلصال ألوان مختلفة. خلاص احنا قلنا الصلصال مش المفروض نحطه في بقنا، بس هو الصلصال ده آمن، هو مصنوع من ملح ومية ودقيق وألوان طبيعية، لكن برضو مش المفروض نحطه في بقنا. خلاص؟ لا لا مش هتعرف تعمله أبدا. خلاص؟ بجد؟ طيب
بصوا بقى دلوقتي اصحابي اللي جايين يحتفلوا معانا بعيد ميلادهم كل واحد فيهم هياخد الهديه دي من بينجو، واصحابنا اللي جم عيد ميلادهم مش النهارده وجم يحتفلوا معانا كل واحد فيهم هياخد كوره من دي، والكوره جواها مفاجاه لما هيفتحها في البيت هيطلع منها مفاجاه من بينجو. سقفوا بقى ليا والبينجو. وطبعا العيد ميلاد ده برعايه بينجو، كل شهر بيكون عندنا عيد ميلاد في 4 شارع شريف، واللي عايزين اولادهم طبعا يحتفلوا معانا بعيد ميلاد شهر مارس شهر عيد الام هيبعتوا على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف صوره الطفل مع تاريخ الميلاد. طيب العيد ميلاد مش هيحلى غير بايه بقى؟ التورته. وايه كمان؟ التورته. والتورته جايه من عند مين؟ فاصل ونرجع لكم مع تورتة بينجو، خليكم معانا لو سمحتوا. الزهرونة جت عليك، طب انا اعمل ايه؟ لا زهرة. لا طب قول هابي بيرث داي. يلا هابي بيرث. هابي بيرث داي تو يو. هابي بيرث. شك شك شك. سنة حلوة ياك. شك شك شك. سنة حلوة سنة حلوة. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة. أيوة برافو. سقفوا لنا عشان زغراتك. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cha cha cha. Cha cha cha. سنة حلوة يا سنة. سنة حلوة. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة. سنة حلوة. سنة حلوة. سنة حلوة. حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. مين الزهرة؟ يلا يلا سنة حلوة يا جميل. تشا تشا تشا. سنة حلوة يا جميل. تشا تشا تشا. سنة حلوة يا جميل. حبيبي زي زيتوني. Happy birthday to you. Cha cha cha. Birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday. Happy birthday. يلا كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وكل صحابي طيبين وبخير، ودي يا رب تبقى سنة حلوة عليهم، ودايما تشوفوهم في أحسن حال وأحسن صحة. مين هنا بيعرف يزغرط؟ يلا سمعوني زغرط مع بعض جماعيا. ها